كلش مهمة الانتخابات هذه أكثر من الانتخابات الرئاسية وأكثر من الانتخابات البرلمانية، خاطر مش باكا باش نعملوا هالساس اللي باش نبنيوا عليه البلاد، الساس اللي هو الساس نتاع قوانين ونتاع إجراءات، لكن في نفس الوقت باش ننتخبوا من داخل المجلس الوطني تأسيس الرئيس. هي الحكاية تبدأ في 23 أكتوبر كل شيء يمشي. إذا اقتنعت بينا وعجبك برنامجنا خبيها عندك باش نهار الانتخابات تعمل كروع على النملة. بارك الله. انتخابات في العالم الكل، التجارب الكل، إن كانت تجارب انتقال ديمقراطية أو تجارب ديمقراطية عادية، تنجح وقت اللي تكون فما مشاركة نسائية كبيرة. هذه نقطة أولى. والنقطة الثانية، بكثير من التجارب تبين أن وجهة نتائج الانتخابات في كثير من الأحيان تحددها المرأة، المرأة اللي يقوم عليها الاقتصاد العائلي، المرأة اللي يقوم عليها اقتصاد البلاد، والكثير من الإحصائيات ما تأخذهاش بعين الاعتبار. المرأة اللي وقت اللي تلتزم بالحق تلتزم. المرأة التونسية كانت ديما جزء من الحياة، ما كانتش ركلوي يعني، وكانت محصورة في بيت مخبية وقت مقاومة الاستعمار. كان عند المرأة دور فعال وشاركت في حركة المقاومة. نظرا لاضطلاع المرأة بكل هذه الأدوار والمسؤوليات، كان من السهل على بورقيبة فرض قوانين الأحوال الشخصية اللي تقبلت من غير رفض كبير من طرف المجتمع. حسب رأيي في الفترة البورقيبية وبعد تفاقم الأمر في فترة بن علي، ولات السياسة توظف في قضية المرأة. معناها المرأة في عهد بورقيبة ولات حجة تبريرية لسياسة الرجل وحجة تبريرية لسياسة الدكتاتورية. بعد مع بن علي ولات المرأة يعني ولات المرأة صورة مشرقة يحب يوريها خاصة للخارج، باش يغطي على قمعه لكافة عناصر المجتمع بما فيهم النساء. قبل ما نتعدى للفترة هذه لازم نذكر اللي راهي المرأة كانت جزء هام من الثورة التونسية، فيهم الشهيدة وفيهم اللي خرجت المظاهرات، وما نحكيوش على اللي تعمل البلوغ وعلى اللي تنشط على الفيسبوك وعلى المناضلات اللي ناضلوا في حقوق الإنسان وفي الأحزاب السياسية. وفي رأيي أنا هذوم كل لعبوا دور يعني باش عملوا هالاختمار الثوري. تونس اقتحمت شوط لا بأس به، يعني مرحلة لا بأس بها في تحقيق المساواة أو الاقتراب من المساواة بين الرجل والمرأة. فطبعا رأينا في الهيئة العليا لتحقيق هدف الثورة أن نواصل المسار هذايا وأن نثبت مبدأ المساواة على مستوى القانون الانتخابي، حتى أننا جعلنا من هذا المبدأ مبدأ إلزامي، يعني تسقط القائمة إن لم تحترم مبدأ التناصف. نعمل في السياسة على خاطر نعتبر اللي الشأن العام هو شأن كل تونسيين. كنت ديما نقول هي بلادي كما بلاد الناس الكل، وقبل نقطة اللي كنت صغيرة كنت نقول هي بلادي كما بلاد بورقيبة مش بلاده، هي بلادي كما بلاد بن علي، وبالتالي كل مواطن عنده الحق باش يتابع الأمر هذا. كنا يزمنا نعملوا حاجة تاو تونس، يزمنا نقفوا باش نشدوا البلاد، يزمنا نقفوا لتونس ويسي كم صار بدات لزيدي، كل مرة تجي فكرة كل مرة تجي فتح، حتى جاء الحزب العمل التونسي. وقت اللي وقع اتصال بي من قبل حركة النهضة ما نجمش نقول لي، على خاطر هما حركة نعرفهم من قبل، من اللي أنا عمري 19 سنة وأنا موجودة معهم.
حسيت من واجبي باش نرفع المظلمة اللي واقعة في حق حركة النهضة في تونس. وقت اللي بديت دخلت في الموفونس بعد 14 معناها انديبوندونت شاركت في المناهج لي موفونس اللي بعد 14 لينيشيتيف سيتويان اسي دو ديفيزيون الون دو لافون نداء من اجل قطب ديمقراطيك. امنت في داخلي انه يلزم يكون فما ان كونتربوا. خممت مش باش نقعد نكتف ايديا نشوف جمعيه ننشط فيها، ما حبيتش نرجع نتحزب. كي وقع الاتصال بي وكل ما نجمش نوخر، خاطر معناتها موجوده حلول، موجوده حلول، اما ما نجم يعملها كل اللي يفكر في الناس، كل اللي قلبها على الناس هذي المهمش، ما نجمش يعملها لك واحد هو مرتاح ويكدس في الفلوس. أغلبية النساء المترشحات للسياسة كانوا يخوضوا حملة انتخابية لأول مرة في حياتهن، ورغم أن الأغلبية تاع المترشحات جو من محيط نضالي ومحيط نضالي طلابي أو محيط نضالي من المجتمع المدني، إلا أن العمل السياسي يختلف، وبالتالي كانوا يخوضوا حملة انتخابية لأول مرة بصعوباتها وبتحدياتها. نشارع البيئة وبعد نمشي فرونتيير حي الفتح حي ضباط الصف. زين شد علينا رئيس 23 سنة يسرق فيه ودخلوا عمرهم ودخلوا لحبوسات، أكيد لك تعرف ألف واحد دخلوا لحبوسات ودخلوا لحبوسات ببالي أنا مع النهضة دمي أنا النهضة أزرق وواحد هاي بالعمل العمل نملة نملة نملة. دونك هذايا الشباب اللي تراو فيه معايا، دونك سي توس دي بينيفول، وكل يوم نخدموا في الخدمه هذيا، دونك دو ماتان او سوار افيك اون بوست ديجني. احنا عندنا بيرو في اريانا متكون من ديفيرونت بيرسون، كل واحد في البيرو خذا اون تاش. دونك في البيرو عندي كلكان كي ريسبونسابل دو ريزو دونك اون ا بارتاجي لي ديفيرونت معتمديات نتاع ولايه اريانا، حطينا فيها ريبريزونطون في كل بلاصه. بالنسبة لي مصلحة تونس فوق كل اعتبار. اليوم نجم نكونوا سينا ناس، نجم نكونوا في المسار هذايا تعبنا، نجم نكونوا ما عضناش شوية على بعضنا على مشاعرنا، لكن الكلنا ايد واحدة من أجل بناء تونس، تونس الجديدة. أحيي الحواش، انتخبوا القائمة عدد 41، انتخبوا النجمة البيضاء، انتخبوا قائمة القطب الحداثي. على امتداد الفترة الفايتة الكوليكا أهم حاجة عملناها هي أن حكينا مع الناس، وعيناهم، فسرنا لهم، ومازال فما معناها خدمة كبيرة لازمها تتعمل في الجهات هذه الكل الداخلية. اللي يجيك وقال لك باش نحل لك مشاكل راه ما ينجم حد يحل ما ينجمش. أنا في العام هذايا فما مشاكل عاجلة باش واحد يشوفها، باش نحاول تحاول هالعباد اللي باش تطلع تحلها مع الحكومة الجديدة اللي باش نعملوها، خاطر فما حكومة أخرى. الشيء أول اجتماع نتاع الحملة بديناه فم العرايس. نظراً شنو هم البرنامج عملوه، هنا نبدو بالبلايس اللي فيها أكثر مشاكل المهمشة أكثر. مشينا معناتها أول اجتماع ذكر تقرأ فيه البيان بكله باللهجة ينجم يفهموها، الصالة معبية موجودة، الناس تسمع بيه يتعدى بالكدا. أنا مؤمنة أني لازم فما تغيير للناس هذه الضعيفة البسطاء لظروفهم تعيسة، تشوف ناس أخرى عايشة مستوى معين، واللي يكدح واللي هو مثلا شركتنا تضوي على برسك على بلاد كامل، وإحنا شو جري فينا الأمراض تخرج شو تنوري لك الستوك متاع الفوسفات فصل العباد مصبوبة وتمشي تعمل تنمية في بلايص أخرى، والناس هنا مهمشة. نفديك يا حرية ونعطيك يا عالم في قلبي وعيني. كان واحد يجي باش يستفزك، يقول لك انت باش تنتخب نجيب الشابي بيو عليك كيما القاعة ما غادي، قول له انت حر في رايك، انا راني نكلم في السيدة هذه باش نقول له كلمتين ونروح. فرصة معناها استغليتها باش نذكركم في آليات العمل البورتا بورت. تصور من الستة نتاع الصباح يبدو لليل وهما يلهطوا من بقعة لبقعة ما يقعدوش.
فما حزام باهي موفرين لهم كرهبهم الخاص الجماعة الكل يخدموا معاهم يدوهم وين يحبوا خدمة جبارة خدموها مش قاعدين ويعدوا ناس خدمت ما عادش تخليو حتى لا لا ما خليو حتى والله بدون ديماغوجيا في الشارع التقي مع الرجال والنساء بل الرجال هما ياتون الي ويتحدثون عن مشاكل حقيقيه معناها مشاكل معيشيه قضايا الدستور الحريات والكل ولم اشعر اني مستهتك كامراه او يرفضون اني امراه انا الحقيقه نشعر بالتونسي منفتح جدا علي انا اني نبين الانفتاح هذا في مكانه وانه ان اثبت قبول المجتمع للمرأة معناها يظهر لي هذا واجب النساء المترشحات بحكم اني امرأة جافي لافونتاج اني نجمت نمشي للديار وتتقبل فاسيلمون كي انا ندق وتقول لي شكون نقولها سميرة مدام حاجتي بيك من حزب العمل التونسي نجمش نكلمك دقيقة تحل الباب كي يبدا بجنبي زميلي ويقول لها انا علي ما تحلش الباب المرأة عندها دورها في الدار في اسرتها البرة اني تشارك مشاركة فعلية مش تناصف شكلي فما الدول في الحملة شهدناها أنها تناصف شكلي فما قيمات تعمل في اجتماعاتها والواحد بلاش نساء اليوم ناقصني في الحملة متاعي سي لكمباني ميدياتيك افكتيفمون تلافز الجرائد وكل شيء هذاك عنده دور في الحضور وهذاك احنا نجم نقولك ناقصة فيه سيغ سو نيفو لا لي زافيش في الشوارع هذاك الكل لي سبوت شوف شنعملوا كل ما نقولها لك انا مش ني صغير اي وهم ضاربيني حاشاك الكلاب بالكرتوش ريتيه لطف واش نقول لك نايا خلقني ربي عريان في الدنيا هذه ما صورت من شيء معاش لنخب الرئيس اي لنخب الحزب شيء اللي يعطيني الفلوس هكا وصاحبي نخب له ساعات اني نحشب ساعات ما نعرفش نقول حاجه للعبد اللي قدامي يشكي لي ساعات عبيد جيت تشكي لي راني عندي راني نسمعها ما عنديش ما نرد ما عنديش ساعات وضعيات تلقى روحك حرجه فيها كيما الدار اللي دخلنا لها في ولاد سالم شو تعمل لها دار تقتر عليهم عبيد معناها عايشين تحت معناها معدل الفقر بالنسبه لي ساعات كي نمشيو في تواصل يجي واحد يقول لك لا راه ما تعطينيش ورقه نتاع النهضه ما نحبش ساعات شكون بحذايا يعلق مثلا يقول له مش لازم ولا حاجه يقول له انا لا مانيش باش انا ما نحبش يكون عندنا حزب حتى ولو هو النهضه شنو اللي مخوفني يعني باش نرجع قبل انا راني مانيش خايفه على روحي روحي انا سي اخذي تورست فانت نعرف شنو اللي عندي اما نخاف على اولادي على بنتي نهار تخرج من خدمتها ومن بعد رجلها يقوم فيها ومن بعد حاجه هذا اللي يخوفني انا يا سيدي انت شاركت في الثوره وحررت البلاد اي متعوه نبنيه يعني صح ركحوا على البلاد هذيا تولي البلاد باهيه ايوه شو قلنا اه مش نبنيه سلام عليكم سلام عاشك ورحمه الله باش تخدم نجيب الشابي عاد تعرف يا اخو نجيب الشابي عارف كيفاش تخدم نجيب واحد تاع ماضي انت تحكي على وقت اللي تحب تحكي انت تحكي على انا توا وانا في حومتي لاني تونسيه تونس كل حومتي هيك يا عمر احنا اخوه واحنا دوينسه واحنا مسلمين ومع بعضنا كلها تونسنا كل ديننا والافكار كل واحد مسؤول عليه كل واحد مسؤول وبيك اكثر وبيك اكثر مرحبا بيك في حومتي زاد كي تجي لحومتي فما شكون يهز ورقتي ويبدا يسيح ويعيط في الحومه ما تصوتوش لمراه ردوا بالكم لا خير في قوم ترأسهم امرأة ويهز في الورقة ويجري في الشارع ويقول يا ردوا بالكم تعرضت لهذا يا مبو قلتوا مش مشكل انت عندك رأيك ما تصوت لي شبا منساش احترمني مش لازم تقعد تجري بورقتي وتوري فيها والمرأة هذية ما فهمتني ما لا قال لي تاريخ المرأة معروف في الحكم
كانت هناك أيضا مصاعب مالية بالنسبة للمترشحات ومصاعب تتعلق بتنظيم حملات جماهيرية تكلف الكثير من الأموال. كانت هناك مصاعب في موارد بشرية. لم تكن هناك فرق خاصة بالحملات الانتخابية، حيث أن القائمة الانتخابية لعبت دورين، دور المترشحين ودور الفريق القائم على تنظيم الحملة الانتخابية. كانت مهارات المترشحات محدودة جدا من حيث الثقة بالنفس، من حيث الحديث أمام الجمهور، من حيث مهارات الحديث مع وسائل الإعلام وبذكر الإعلام. الإعلام أيضا لم يغطي الحملة الانتخابية للنساء بما فيه الكفاية مثل ما حظي به الرجال. عيتوا في سبور ولا؟ ساعة ولا ساعتين عملت؟ ساعة. ساعة. سعد والسامي. بصراحة هي الأم واقفة على أولادها دواء أزيد، بيسكو الراجل نهار كامل يخدم كل شيء يروح مخر. خافت شوية ضيعة متاع الأولاد، قلت لها مثلا حتى مشكلة الأولاد تلبيهم أنا دواء أزيد. لا سي أنور، أنا وياها شريك عمري هذاك، معناها أنا وياك أون سو كومبليت. قلت شوف بور لا تونيزي أنا نعاونك للماكسيموم. برك الزاوية تعرفت عليها معناها في حركة نوادي السينما منذ 82، نوقف معها في كل ما تتلقاه من صعوبات في الشارع، تجي لقاه معناها في حالة نوع ما تسمع كلام كذا، نحاول باش نهديها ونقول هذيك الظروف وندفعها نرفع من معنوياتها باش نجم تقدم أكثر وتساعدنا زادة في العمل بتاعي. هو مرآة، معناها حتى كي نعمل حاجة نجي نحكي معاه وهو كيف يحكي معاه، معناتها يقول يعزز لي موقفي ولا نجي خايفه من حاجه يقولي لا راهي بسيطه هذيك سي با البروبليم وبري واصل وكل. انا مقتنع معنا بالعمل هذا ومقتنع بالاهميه تاع المجلس التاسيسي ومقتنع بالتمشي هذا ومقتنع معنا بالحراك السياسي الموجود. اي مناضل واي انسان تقدم واي ديمقراطي واي انسان نزيه يعمل العمل هذا ويساند باعتبار المراه نص المجتمع، وهذه فرصه للمراه ان توري معناها طاقاتها وتبدع. ما نتصورش باش نمشي في اختلافات مع احزاب اخرى في الديمقراطيه والعداله الاجتماعيه، حتى كي باش يصير الخلاف ما باش نجم نمشي كان للديمقراطيه وما باش نجم نمشي كان للعداله وما باش نجم نمشي كان للحريه. ان شاء الله معناها تونس هذه ما تنهارش، مادام فيها ناس صادقين مش باش تنهار. هاو باش نجم نتكلم دو توت فاسون. ان شاء الله ينجحوا للديمقراط مهما كان، ان شاء الله ينجحوا للديمقراط. حصلت حركة النهضة على 90 مقعدا من مجموع مقاعد المجلس التأسيسي 217، أي ما يمثل نسبة 41.47%. وتحصل حزب المؤتمر من أجل الجمهورية على 30 مقعدا، أي بنسبة تعادل 13.82%، فيما حاز حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات. أول نهار كما فرحنا نهار الانتخابات، اليوم فرحنا بانطلاق الأشغال والسيادة للشعب إن شاء الله. بالمحافظة أهلا
الصباح يعيشك. ان شاء الله بالتوفيق وربي يعاونك يعيشك مدام. بارك الله فيك. ميرسي. خلال أول جلسة للمجلس التأسيسي التونسي المنبثق عن انتخابات 23 من تشرين الأول أكتوبر، فاز زعيم حزب التكتل اليساري مصطفى بن جعفر برئاسة المجلس أمام منافسته الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي مي جريبي التي حصلت على 68 صوتا خلال الاقتراع السري. لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر لكل الأخوة والأخوات الذين صوتوا لترشحي، وفي ذلك كما تفضل السيد الرئيس انتصار للتعددية وللقطع مع الترشح الأوحد. معناها تو سامبلومون بعد الانتخابات نحس بنفسي معناها تعبه فيزيكمون، تعبه وما نقولش نفسيا تعبه، معناها نفسيا معاش نحس بنفسي بلازي هكا، خديت دوز معناها اقوى مني. يعني باش نطلع وما ناش ننجح فرحانه باللي عملته خاطر وعيت برشا نساء اساسا ما في انورمون بليزير. عملنا اجماع مش كبير لانها فما حتى عندي شك في الفرز وفي برشا حاجات، أما عملنا إجماع. إنجاز ما يكون من أمر، هو إنجاز، هو تقدم، هو ارتقاء نحو الأحسن، فهمت؟ الأمور هذه راهي تتطلب تغييرات جذرية في المجتمع. المجتمع متاعنا مازال ماهوش متهيئ باش يقبل يعني مبدأ المساواة بأتم معناه بالمعنى المقبول على المستوى الدولي اليوم مثلا وفي البلدان الديمقراطية ولا في البلدان الغربية. المرأة التونسية على المستوى التشريعي وعلى المستوى القانوني متقدمة برشا، ولكن في المستوى الاجتماعي مازالت موخرة بارابور للمستوى التشريعي والقانوني. عندنا ذهنية ذكورية اللي ديما